الرحمن الرحيم. اليوم السبت الموافق 19/20/21 من مجزر البساتين تم تحميل 15 طن لحوم من صكوك الأضاحي موزعة على المديريات الآتية: كفر الشيخ 4 طن، المنيا 3 طن، الدقالية 2 طن، دمياط 2 طن، الفيوم 2 طن، بني سويف 2 طن. هذا والله عز وجل الموافق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.